السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد. إن شاء الله في فقرة المبيدات والمخصبات النهاردة هقول لكم نصايح زراعية بسبب الأجواء الجوية اللي شايفينها، شايفين الشبور عاملة إزاي والصقيع اللي بينزل والدنيا اللي بتحصل دي، يعني اللي التغيرات الجوية دي. ودلوقتي انتوا شايفين الشبور عاملة إزاي، وشوية والشمس هتطلع قلتي بدل ما كانت الدنيا ساقعة، يعني أنا واقف إيدي ناشفة من الساعة. أنا بس يعني إيدي والله ما عارف أحركها، إيدي من الساعة يعني الواحدك مني واقف مفيش في الخلا هون، مفيش يعني ساقعة موت. ودلوقتي وشوية والجو هيطلع، الشمس هتطلع هيبقى حر، تقعد في الشمس يتعبك. فبسبب الأجواء دي هنقول لكم 6 نصايح لمعظم المحاصيل الموجودة وللأشجار بتاع الفاكهة كمان. تابعونا بعد الفاصل، هنقول على معظم الحاجات، يعني مثلا اشجار البرتقال، هنتكلم على كل الاشجار اللي لازم ناخد بالها منها، وعلى كل الزرع اللي لازم ناخد بالنا منه. فتابعونا بعد الفاصل. هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، واحنا هنا هون عند غيط قمح. فالقمح في اليومين دول يا جماعة، اللي يشوف فيه قمح مسفرة او حاجة ما يقلقش، ده مش صدق، ده مش صدق، ما هوش صدق القمح. صدق القمح لسه مش معدوم، مش دلوقتي اصلا. وقبل ما يجي صدق القمح لسه يعني على اول فبراير هيبتدي يظهر صدق القمح، وربنا يستر وما فيش حاجة تظهر يعني ان شاء الله. يعني نتمنى ان فيش يبقى فيه ظهور امراض ان شاء الله. تمام يا جماعه، تمام. بالنسبه اللي عنده بطاطس صيفي، ما يا جماعه انا بحذر من الري، البطاطس الصيفي محدش يشيل البطاطس ورا بعض مرتين بدون ما يعزق. رويت اعزق، شايفين يا جماعه، بصوا الحشايش هين، بصوا الحشايش قد ايه في الخط ما بين البطاطس، البطاطس طالعه، شوف الحشايش. فما ترويش مرتين الا لما تعزق. تمام يا جماعه، تمام، دي حاجه. ويا جماعة بنصح مفيش حد يسمد يوريا للبطاطس. اليوريا يا جماعة بتجيب مرض اللفحة للبطاطس. تمام يا جماعة، عايز تحط سماد ازوتي. ويا جماعة والبطاطس، يعني دلوقتي اللي هيروي البطاطس لسه ما طلعتش ما نبتتش، اللي هيروها اول راية لسه وهي لسه ما نبتتش كده، ما يحط السماد ازوتي، لان هي هتستفاد منه ازاي اصلا، هي ما عملتش جدر. الا ما اللي هيحط السماد يحطها وهي طالعه خلاص، اللي هيسقي دلوقتي والبطاطس طالعه كلها كده يحط السماد الازوت عادي. والسماد الازوت اللي هيحطه ايه؟ يحط سلفات نشادر، افضل حاجه للسماد الازوتي في البطاطس سلفات النشادر. تمام يا جماعه، تمام. نيجي بالنسبه للناس اللي عندها مثلا البصل، يعني ما تستعجلوش بالرش على البصل. البصل لسه يعني ما عملش حاجه. البصل انا بنصح كل دلوقتي الناس اللي ما عزقش البصل يعزقه. تمام يا جماعه، البصل زي ما انتم شايفينه، اللي ما عزقش البصل يعزقه. تمام. بالنسبه للناس اللي عندها برسيم، اذا ما كنتش حشيت يعني البطن اللي موجوده دلوقتي دي، استعجل في حشها زي البرسيم اللي انتم شايفينه هون، وده في جزء كبير وجزء صغير للبرسيم اللي انا رايح له ده. استعجل في حشها عشان ما يجيلهاش امراض بسبب التغيرات الجويه دي، لان التغيرات الجويه دي انا هتخلي البرسيم بقى زي ما انتم عارفين، هتخلي البرسيم يحرق. وفي حاجه كمان، يعني ما تعملوش غذاء رئيسي للحيوانات، يعني بلاش تبقى اللي يبقى مفيش الا برسيم، لا حاول توفر اعلاف وتوفر ايه علقه مركزه ومواد جافه مع البرسيم، لان البرسيم حاليا في نقص فسفور بسبب التغيرات الجويه، فبيظهر نقص الفسفور على المواشي وبيسبب مرض البول
المدمل. تمام يا جماعة، تمام. ده بالنسبة للبرسيم. نيجي بقى في بقى الحاجات اللي مش موجودة قدامنا، مثلا زي الفاصوليا الصيفي. محدش يزرع فاصوليا صيفي قبل 15 فبراير، يعني محدش يستعجل ويزرع فاصوليا صيفي دلوقتي عشان ما تبوظش منه. قبل 15 فبراير و15 اتنين، الشهر السابع من الاشهر الميلاديه، او زي ما بيقولوا عليه في السرينيه شهر شباط. تمام يا جماعه، تمام. نيجي للفراوله. ممنوع رش الفراوله بالاحماض الامينيه تماما، اليمن دول، لان الاحماض الامينيه هتتسبب في التعفن الرمادي. تمام يا جماعه، ممنوع ممنوع رش الفراوله بالاحماض الامينيه حاليا. ده يعني رساله بوجهها لكل الناس، ممنوع رش الفراوله. طبعا الفراوله يعني بصور لكم الفراوله، في عندي فراوله بس بعيد عن المكان اللي انا فيه دلوقتي، فمش مهم يعني، بس المهم انتوا خدتوا المعلومه. تمام يا جماعه، تمام. بالنسبه للبسله والفول البلدي، محدش يرش اي حاجه دلوقتي فيها مركب نحاس، اي مركبات نحاسيه دلوقتي بسبب الفطريات والحاجات دي، بلاش 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 بلاش، لان احنا في وقت تزهير. تمام يا جماعه، تمام. نيجي ليه المانجو. المانجو دلوقتي محدش يزيل اي افرع منها، ممنوع اي ازاله افرع عشان بسبب الجو برضو، عشان ما يحدوش ايه جريان في العصاره وتطلع الشماريخ الزهريه دلوقتي وهيؤدي انك تفقدها. تمام يا جماعه، تمام. نيجي للتوم. محدش يستعجل دلوقتي برش الكالسيوم بورن على التوم. دلوقتي الناس بتستعجل بترش الكالسيوم بورن، لا، محدش يستعجل، وخليك في البوتاسيوم دلوقتي. البوتاسيوم كويس. تمام يا جماعه، تمام. بالنسبه لو حد عنده بطش شتوي، عشان بما اني جاي بطش تاني، عشان بس قبل ما انسى، لو حد عنده بطش شتوي بلاش بلاش ترش بطش شتوي دلوقتي بمنظمات نمو. تمام يا جماعه، اللي عايز تحجيم، اللي عايز عشان يرش عشان التحجيم، يرش دلوقتي بوتاسيوم وكالسيوم، هيدوك تحجيم 100 100. تمام يا جماعه، تمام. نيجي للتوم. محدش بقى يستعجل برش الكالسيوم بورا، خليك في البوتاسيوم وخليك في المغنيسيوم. تمام يا جماعه، تمام. وبرضه ترش معاه فسفور، يعني خليك في البوتاسيوم والفسفور والمغنيسيوم. نيجي للخرشوف. لو حد زرع خرشوف يا جماعه، طبعا مفيش حد هنا في المناطق اللي انا فيها بيزرع خرشوف، بالنسبه لمزارعين الخرشوف، لان هو برضو محصول مهم بالنسبه لزارعينه. ما ترشش اي احماض امينيه او اي منشطات دلوقتي، اكتفي بالكالسيوم وفي البوتاسيوم. يعني ارش اي حاجه، اي حاجه فيها بوتاسيوم وفيها كالسيوم. القمح يا جماعه دلوقتي ممنوع 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 حد يستخدم رش مبيدات، ممنوع. يعني خلاص بالنسبه للقمح اللي كبر كله ممنوع حد يستخدم مبيدات بقى، خلاص اللي رش رش، الا لو في زمير. لو في زمير استخدم بقى مبيدات للزمير. وافضل مبيد للزمير والعريضه مثلا مبيد جرناري او مبيد هيربينو. تمام يا جماعه، تمام. نيجي للعنب. محدش دلوقتي بقى ايه يطول ما بين الفتره بتاع التقليم والرش بكسرات الايه السكون. تمام يا جماعه، بكسرات السكون يعني عشان ايه العنب ايه يرجع بقى يشتغل زي الاول تاني ويطلع الاوراق والكلام. طيب لو هو طلع اوراق لوحده، لو لقيته انت مطلع اوراق ولقيت فيه عيون بدات تتفتح كده، هترش بكبريت مايكروني على طول. رش بكبريت مايكروني بالنسبه للعنب اللي بدا ايه يخرج نموات. تمام يا جماعه، تمام، عشان الفيديو ما يطولش. بالنسبه برضو هنوجه تاني على مربين المواشي. يا جماعه مربين المواشي ما تعتمدش بشكل اساسي على البرسيم. البرسيم حاليا في نقص فوسفور بسبب التغيرات الجويه. تمام يا جماعه، ف بيجعل مرض البول المدمل بيظهر على المواشي. تمام يا جماعه، تمام. بالنسبه للناس اللي مربيه سمك او عندهم مزارع سمك، محدش يغير الميه العميقه بتاع الحوض تحت البلاستيك.
محدش يغير المية العميقة بتاع الحوض تحت البلاستيك، يكتفي بس بتغيير الايه المية السطحية، يكتفي بتغيير ايه، بتغيير اول نص متر او اول 40 سنتي من الحوض. تمام يا جماعة، مع تقليب المية بقى طبعا، مع تشغيل التقليبات ويدي الاسماك مضادات حيوية. وكده جاي نهاية الفيديو، والفيديو طول شوية بس الفيديو مهم جدا جدا جدا، يا ريت تلتزموا بالتوصيات اللي فيه. وفي الختام سلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.